تعلمون أيها الإخوة أنه منذ أن أعلنت أمريكا صفقة القرن إلى هذه الأيام وقف العالم كله معنا وأيدنا بأن صفقة القرن منافية للشرعية الدولية وهي قرار أحادي، وبالتالي لم يقبلوا بها من أوروبا إلى كندا إلى آسيا إلى اليابان إلى غيرها، وبالتالي نحن لسنا قلقين بما يجري هنا وهناك من ترهات، وخاصة في المرة الأخيرة في الأيام الأخيرة عندما أعلن عن اتفاق ثلاثي بين الإمارات وبين إسرائيل وبين أمريكا، وهذا الاتفاق قائم على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. هذا هو الأصل وهذا هو المقصد في هذا الموضوع بالذات. ثم ألحق بكلمة إنهم ضد الضم وحاولوا أن يوهموا الآخرين يوهموا العالم بأن الإمارات جاءت لنا بإنجاز عظيم هو رفض الضم، وكأن القضية الفلسطينية فقط هي مسألة الضم. تنكروا لكل شيء، لحقوق الشعب الفلسطيني، للدولة الفلسطينية، لرؤية الدولتين، للقدس الشريف التي ضمت وأعلن ضمها. تنكروا إلى كل هذا وقالوا نحن جئنا لكم بالضم فافرحوا أيها الفلسطينيون. هذه مخادعة وهذا أمر مرفوض كل الرفض، وهذا نعتبره طعنة في ظهر القضية الفلسطينية. التطبيع مسألة عربية متفق عليها من جميع العرب والمسلمين، متفق عليها منذ عام 2002 بما سمي المبادرة العربية للسلام، التي تقول بأنه يمكن للعرب أن يطبعوا العلاقات مع إسرائيل بعد أن تحل القضية الفلسطينية. أين هي المبادرة العربية يا أشقاءنا العرب إن كنتم لازلتم تتذكرون أن هناك مبادرة عربية؟ إذن المسألة كلها خداع بصراحة. ولذلك نقول لكل من يريد أن يتحدث بالقضية الفلسطينية أنت لست مسؤولا عن القضية الفلسطينية، نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية. صحيح القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية، أنتم عليكم أن تساعدونا أن تقفوا إلى جانبنا، لا أن تحلوا محلنا، لا أحد يستطيع أن يحل محلنا. هذا الزمن ولا منذ وقت طويل، لن نعود إلى الوراء.